السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبكل خير. نلتقيكم من خلال برنامجنا الصباحي صباح رباح، وأكيد حلقة جديدة تتابعون فيها مواضيع وفقرات جميلة راح تكون متنوعة وراح تعجبكم بإذن الله. اليوم خلونا نبتدي بأهم العناوين لليوم. ملتقى الناشرين يطلق برنامج مخيم القراءة الصيفي بالتعاون مع مركز أدب الطفل ودار نبجة. نصائح لحماية الأطفال من الغرق. ومن ضمن فقرات اليوم من حول العالم راح نتابع مع بعض أيضا محترف بلجيكي رائد في محو آثار الزمن عن المنسوجات القديمة. قصة الوردة الدمشقية التي انتعشت في وادي الورود المغربية. مشاهدينا أكيد ما راح ننسى السؤال التفاعلي لحلقة اليوم واللي طرح أكيد عبر قناة أو إنستغرام قناة الريان، هل تجمع أي شيء كنوع من الهوايات؟ راح نتعرف على هواياتكم أو الأشياء اللي راح تجمعونها وتفاعلاتكم في سياق الحلقة. لكن الحين خلونا نروح ونبتدي حلقتنا بجولة في الصحف المحلية لليوم وأبرز مورد فيها أكيد مع زميلتنا فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة الشرق. معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. دولة قطر تشارك في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في العاصمة الإيطالية روما بوفد يترأسه سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية. صندوق قطر للتنمية يعلن عن تعزيز التعاون مع منظمة أوربس الخيرية العالمية، وذلك بهدف معالجة المصابين بتراخوما المسبب الرئيسي للعمى والحد من انتشارها في إثيوبيا. وزارة الصحة العامة تعلن عن سياسة جديدة لتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلية، وذلك من خلال استحداث مسمى ممرض منزلي وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به. ننتقل إلى صحيفة الوطن. سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك الخليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يؤكد أن برنامج الذكاء الاصطناعي يشكل باكورة البرامج المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بلدية الشيحانية تواصل على مدى يومين حملتها الإرشادية والتوعوية لحوم صحية وآمنة، والتي استهدفت مربي الحلال في العزب والمستهلكين ومرتدي مقصب الشيحانية المركزية. مخيم كتار الصيفي يواصل أنشطته المتنوعة التي تتضمن باقة غنية من البرامج والفعاليات الثقافية والتعليمية والرياضية والتي يقدمها مجموعة من المختصين وذوي الخبرة.
ملتقى الناشرين والموزعين القطريين يواصل برنامج مخيم القراءة الصيفي في محاولة ملهمة لتعزيز حب القراءة وتنمية الوعي بأهميتها والتعريف بمراحل تطورها عبر العصور. إلى صحيفة الراية. 100 مزرعة محلية تشارك في مهرجان الرطب المحلي الثامن الذي ينطلق يوم الخميس المقبل بساحة الأحمد بسوق واقف من تنظيم إدارة الشؤون الزراعية وإدارة سوق واقف لمدة 10 أيام. مركز الإنماء الاجتماعي نماء ينظم عدة ورش في التصوير الضوئي للمنتجات بالتعاون مع مركز قطر للتصوير الضوئي بهدف إكساب أصحاب المشاريع الاحترافية والمعرفة في عالم تصوير المنتجات. إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي تنظم حملة تفتيشية على المنشآت الصناعية التي تضم أجهزة المقاييس النووية، وذلك للتأكد من صلاحيتها للعمل ومعايرتها بالشكل الصحيح. أنشطة صيفية متعددة يشهدها فعاليات برنامج صيف البواسل الذي تنظمه الجمعية القطرية للسكري للأطفال المشخصين بالسكري من عمر 6 إلى 16 سنة. إلى صحيفة العرب. هيئة المناطق الحرة وبنك قطر للتنمية يعلنان مبادرة مشتركة جديدة لتعزيز المناخ الاستثماري في الدولة عبر دعم المستثمرين العاملين فيها بمجموعة واسعة من البرامج والخدمات المالية والاستشارية. وزارة المواصلات تطالب أصحاب وقائدي الوسائط البحرية بكافة أنواعها التأكد من توافر شهادة تسجيل سارية ووجود أرقام واضحة للوسيطة وتوفير معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية. نادي السباق والفروسية يعلن عن برنامج السباقات للموسم المقبل والذي سيتضمن 69 سباقاً على مدار الموسم ويكشف زيادة الجوائز المالية لمختلف الأشواط. الدكتور رائد صلاح الغربات أستاذ التسويق في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر يحصل على جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في دورته 40 في مجال العلوم الاقتصادية والإدارية. نختم الجولة بصحيفة لوسيل. سعادة السيد أريون فلياي عمدة بلدية العاصمة الألبانية تيرانا يمنح سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى جمهورية ألبانيا مفتاح مدينة العاصمة تقديراً لجهوده في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين. جمعية القناص القطرية تشارك في فعاليات الدورة 11 لمهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون والتراث التي ستنضم بالمغرب خلال يوليو الجاري. المنتخب القطري لكرة السلة تحت 16 عاماً يشارك في منافسات بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للعبة في نسختها 17 والتي تستضيف مدينة جدة السعودية. اللجنة الشبابية بنادي الغرافة الرياضي تطلق فعاليات النشاط الصيفي 2023 تحت شعار صيفنا غرفاوي والذي يتضمن برامج متنوعة ما بين الرياضية والثقافية والتربوية والترفيهية والاجتماعية. مشاهدينا كانت هذه أخبار صحفنا لليوم، أخبارنا المحلية ومستمرين معاها والفعاليات الرياضية اللي يقدمها نادي قطر بإشراف الاتحاد القطري للرياضة للجميع. المزيد من التفاصيل راح تكون في التقرير التالي، نتابع. هنا في نادي قطر الرياضية تتواصل الفعاليات الرياضية والشبابية المنوعة للبرنامج الرياضي الصيفي الذي ينظمه ويشرف عليه الاتحاد القطري للرياضة للجميع والذي يقام تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب بعنوان استثمر وقتك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وعدد من الأندية الرياضية والمراكز الشبابية.
ويشهد البرنامج حضوراً مميزاً من الأطفال، وذلك في ظل حرص أولياء الأمور على مشاركة أبنائهم في الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تهدف إلى صقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم وقضاء أوقات الفراغ بشكل مفيد صحياً وبدنياً، وتحت إشراف مدربين متخصصين يمارسون تلك التدريبات وفق الأسس العلمية السليمة. ويسعى الاتحاد القطري للرياضة للجميع من خلال تنظيم هذه الأنشطة الصيفية إلى تلبية جميع الطموحات والرغبات الرياضية لأفراد المجتمع من خلال تنويع النشاط ومواكبة حركة الشباب القطري في طرق أبواب وأنواع جديدة ومستحدثة من الأنشطة الرياضية، بما يساهم في مواصلة الأنشطة الرياضية في فصل الصيف وتحقيق أهداف نشر ثقافة الرياضة في المجتمع. مشاهدينا مستمرين في المجال الرياضي، ويفضل الكثير من الرياضيين قضاء وقت الصيف حول الشواطئ وتعلم مهارة جديدة في السباحة والغوص، إلا أن خطوة الغرق تكمن في عدم وضع الاحترازات الأمنية في محل الجدية واحتمال وقوع العديد من الحوادث. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع، وتنضم إلينا السيدة إسراء سمير مدربة سباحة وغوص. رح نتكلم معاك إسراء اليوم عن كل ما يخص الغوص وحوادث الغرق. صباح الخير في البداية. صباح النور، شكرا للاستضافة. أنا أسعد والله. راح نكون إن شاء الله معاك، راح نكون يعني نتكلم عن حوادث الغرق. الصراحة إسراء الواحد يعني ما يعرف شلون يبتدي فيما يخص الغرق، لأن يعني الناس تحب البحر، تعشق البحر، وأكثر نشاط ممكن الواحد يسويه في الصيف هو إنه يروح السباحة. صحيح. والعوايل بعد، مو بس الشباب يعني. فكلمين عن أكثر الأغلاط اللي ممكن إحنا نسويها، سواء إحنا كشباب أو حتى الأطفال الصغار نحن نتركهم. تمام. بشكل عام لما الإنسان يروح على شاطئ بحر، يعني الشواطئ والبرك السباحة الاثنين بتشابهوا في الاحترازات، بس البحر بيكون فيه خطر شوي أكبر من ناحية العمق ومن ناحية الموج، من ناحية التيار البحري، من ناحية ممكن الكائنات البحرية اللي أنت ممكن تشوفيها. لذلك مهم جدا تعرفي البحر اللي أنت رايحة عليه إيش العمق فيه، وهل المستوى اللي أنت واقفة عليه مثلا هل كله على نفس المستوى، أو متى ممكن يكون في اختلاف بالعمق. هاي الأمور كتير مهمة الإنسان يعرفها عشان تعرفي أنت هل ضلك واقفة على مستوى معين، أو لو رحت سبحتي هل تسبح وتدخلي في جزء العميق أو لا. غالباً حوادث الغرق بتكون في المستوى اللي هي النزلة. دائماً بيفكروا الأشخاص أنه البحر لا، هو على مستوى مثلاً بطن أو المستوى اللي أنا واقفة فيه، فجأة بيلاقوا أنه صارت نزلة، صار في عمق. صحيح، لأن هم يتوقعون أن الأرض بتنزل. صحيح. بشكل تدريجي. صحيح. أحياناً بس غالباً ممكن يكون في كسرة. صحيح، أحياناً بتكون تدريجية، أحياناً بتكون كسرة، هناك بتصير حالات الغرق. بشكل عام في احترازات معينة، لو الإنسان حس حاله أنه هو مش قادر يسبح ممكن يطفي على ظهره، بشكل عام يطفي ويرخي جسمه على الآخر، ما يكون شدد جسمه أو ما يكون شدد ظهره بحيث أنه يكون طافي هو على سطح الماء ويتنفس بشكل طبيعي. طبعا في اشخاص ممكن يكون حوله ينتبهوا عليه ويساعدوه، او في حال هو لو بيعرف مبدئيا شوي كيف يطفي اكثر بطريقه احترافيه اكثر، ممكن يعمل نفس حركه السيكل او حركه الدراجه برجله، بحيث انه يحاول يساعد نفسه يتحرك لحد ما يوصل تجاه الشاطئ. هاي بالنسبه للبحر. لكن بالنسبه للبرك برضه نفس الفكره، تكوني عارفه انت العمق البركه اللي انت رايحه عليه. طبعا دائما احنا ما بننصح شخص ما بيعرف يسبح انه يروح بركه او بحر في منطقه فيها عمق. خليك انت دائما على العمق اللي ممكن ضلك واقف عليه، في حتى ممكن في نص متر في شخص ممكن يغرق فيه، لانه هي فكره الخوف بتخلي الواحد يشرب مي، فالمي بتدخل طبعا في يا ممكن في رئته اذا كان شرب مي كميه كبيره، او ممكن يكون في شغله اسمها غرق جاف. الغرق الجاف هي عباره عن الماء تدخل بشكل بسيط في الفم أو بالأنف، وبالحويصلات الهوائية أو بالقصبة الهوائية بتصير تنكمش على نفسها وبتمنع الأكسجين يوصل للجسم، فهذا اسمه غرق جاف. الغرق الطبيعي اللي هو الإنسان بيكون شرب ماء كمية كبيرة كتير، وطبعاً ممكن يكون إنسان بوعيه أو من غير وعيه، ونحاول الماء تطلع طبعاً عن طريق وضعية الإرفاقة، أو طبعاً في إسعافات أولية إذا كان الشخص هو مستجيب أو مش مستجيب، تنفس أو مش بتنفس. هاي كلها أمور لازم الواحد يعرفها. راح نتكلم بسرعة عن الإسعافات الأولية، لكن قبلها أبي أتكلم على الفكرة اللي قلتيها، اللي هي أن لو ما يعرف شلون يسبح على الأقل يطفو.
صحيح. بس أنا قاعدة أتخيل أن من كثر ما الواحد في الموقف، الموقف يخوف. صح. أن أنا في البحر وما قاعدة أستخدم كل جسمي، طبعا جاذبية وكل شيء يختلف عن برا البحر، فمن الخوف الواحد ما يعرف يتصرف، ما يعرف إذا هو بيطفو ولا لا، ما عنده القدرة الاستيعابية أنه هو يكون موجود حذاتها. يعني تنصحين الناس أنهم قبل لا يدخلون البحر والبرج أنهم يأخذون كورسات سباحة؟ أكيد طبعاً، لو أنت رايحة في بحر أنت عارفة أنه فيه عمق، أكيد يفضل أن الشخص يكون يعرف يسبح. في النهاية إحنا بدنا الإنسان يستمتع، بس من نفس اللحظة ما يغامر بحياته. صحيح. يعني إذا أنت كنت في بركة وعارفة العمق فيها مش عميق مش مشكلة، وبحر نفس الإشي عارفة أنه العمق برضو مش عميق عادي، لكن يفضل الإنسان يكون عنده مبادئ السباحة. والطفوية هي يعتبر إشي كتير سهل، هي بس أنه الشخص يرخي جسمه. كل الأشخاص بكل أوزانهم بيكتفوا فوق المي، المي بترفع جسم الإنسان أساساً. هي بس فكرة الشخص لما يكون شاد على حاله، ولما يكون متوتر، لما يكون بيحرك إيده بطريقة وحتى يكون عمودي مثلاً، بيكون الإنسان بينزل لتحت. لما الإنسان ينام على ظهره أو على بطنه الأوريدي المي بترفعه، يعني هي بس بدها شوي ثقة أكتر. شوفي مجرد هالمعلومة اللي قلتيها حلوة، ترى أنا ما أعرف شيء عن السباحة يعني وأخاف من المي وأخاف من البرجة وما أحبها، بس يعني لما يكون واحد عمودي صح بينزل على تحت. لكن خل نفسك شيء نايم على ظهرك، على الظهر أو على البطن أوريدي المي بترفعك لفوق، بس بنفس اللحظة يكون جسمك راخي ويكون مستلقي على الآخر. يعني حاول تفرد رجلك على الآخر وترجع راسك لورا بحيث انك تكون تتنفس طبيعي. كمان اهم شيء انه جسمك ما يكون شاد، لانه اذا جسمك قاعد تفكرين لما هو طفى، انا قاعد افكر في اللحظه اللي يطلع منها. سبحان الله، هي بس بدها شغله جرأة. يعني حتى السباحه نفسها مش موضوع كتير صعب، الغوص مش موضوع كتير صعب، بدها الانسان يكون شوي جريء. حلو. طيب خلينا نتكلم على الاسعافات الاوليه، هي مهمه حق الجميع، عشان اللي شخص قدامه يغرق، يعني قدامي شخص يغرق، انه انا اقدر اساعده، كلميني عنها. تمام. في حالتين الغرق نفس ما ذكرنا، في غرق اسمه غرق الجاف، في الغرق العادي. الغرق العادي اللي هو الإنسان بيشرب كمية مي كبيرة تدخل بالرئتين. تمام. كيف أعرف شنو وضع الشخص اللي قدام؟ حسب طبعا، ممكن الإنسان ممكن يكون غرق عادي، خلاص الإنسان بيتنفس وبيتكلم وأموره طبيعية، بيحكي لك ما صار لي إشي، لكن هو بيكون شرب مي بسيطة. المي البسيطة هاي برضو ممكن تأثر، ممكن أعراض المي أو الغرق اللي هو صار معاه تطلع بعد 24 ساعة أو أكثر، وممكن لا قدر الله تؤدي للوفاة، ممكن الإنسان يكون صاحي بعد فترة من الغرق؟ بعد فترة من الغرق، لأنه هو بيكون شرب كمية مي حتى لو كانت بسيطة عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، وبتكون هي دخلت والقصبة الهوائية بتكون كمشت على حالها، تمنع وصول الأكسجين. هذا الغرق الجاف بيكون له أعراض بسيطة بتبين، ممكن الإنسان يحس حاله عنده صداع، ممكن يحس حاله دايخ، ممكن يكون بيتنفس بس بطريقة صعبة، ممكن يكون في عنده صوت صفير، بحس حاله خامل، بحس إنه في نعاس. هاي الأعراض كلها أعراض الغرق الجاف. أهم إشي أنت اسأل الشخص، أنت شرب، يعني إذا كان مستوعب أو إذا كان يعني بوعيه، اسألي أنت شربت مي شوي أو كتير. في الحالتين لازم يعني يفضل إنه يروح على الطوارئ ويصير في رعاية صحية. طبعاً بحالات الغرق نفسه مو بيقول إن أنا ما شربت مي وأنا قمت، لأنه في كتير حالات الغرق الجاف الأشخاص فيها توفوا بعد 24 ساعة. يعني حتى الغرق الجاف بيؤدي إلى الوفاة لا قدر الله. والغرق نسبة كبيرة أسرة؟ تقريباً بنسبة كبيرة. والغرق الطبيعي أو الغرق الكلاسيكي اللي هو الإنسان بيكون شرب كمية كبيرة من المي، طبعاً في أشخاص ممكن يكون يغمى عليهم ما يكونوا بوعيهم، في أشخاص بيكونوا بوعيهم. إذا الشخص كان بوعي وبتنفس بطريقة طبيعية، بس يفضل إنه إحنا نحطه على وضعية الإفاقة على جنب واحد من جسمه، بحيث إنه لو في مي زيادة يطلعها من الأنف أو الفم يطلعها ويكون مرتاح. وبرضه لازم يروح على الإسعاف والطوارئ. الأشخاص اللي مش بوعيهم طبعاً بنبدأهم بعملية الإسعاف، إذا ما كان بتنفس نبدأ نعطيه التنفس الصناعي، إذا كان دقات قلبه أو قلبه مش شغال برضو بنعطيه الضغطات الصدرية، وممكن نستعمل جهاز إزالة الرجفان برضو في حالة كانت الضغطات الصدرية متعبة بالنسبة للشخص اللي بحاول يسعفه. فهي فكرة لازم أنت تعرف إيش نوع الغرق اللي قدامك عشان تعرفي تساعدي الشخص الغريق. وصار لازم إن إحنا كلنا تقريباً إن نأخذ الإسعافات الأولية فيما يخص الغرق؟ قطر شبه جزيرة، يعني فيها البحر من كل الجهات تقريباً. صحيح. فيعني حرام يكون في أشخاص ما بيعرفوا كيف يتعاملوا مع الغرق، أو في أشخاص أساساً ما بيعرفوا يسبحوا. إحنا مش لازم الإنسان يكون محترف سباحة، بس على الأقل يكون يعرف كيف يتصرف لما يكون في وسط مائي. صحيح. يعني إسراء الحوار خذنا معك للأسف، مع أنك كنت بأسترسل أكثر في موضوع السباحة، لأنه ما شاء الله
الكل يحب يروح السباحة حتى الحين اليهال. أنا وايد أكون سعيدة لما أسمع الأمهات والأبهات مدخلين عيالهم من وهم صغار مراكز تعليم سباحة. سبحان الله أسراء أمس قاعد أسأل ولد أختي صار عمره 7 سنين إن شاء الله، قاعد سألته قلت له أنت ما تروح التدريب الغوص؟ قال لا خلصت اللي هو التدريب السباحة. قلت له ليش؟ قال خلاص أنا عارفة أسبح الحين مو بلازم أروح. بس تعرفين هالفرصة جميلة جدا، لأن يوم كنا احنا صغار ما كان في ثقافة تعليم السباحة، فحلو ان عيالنا يعرفون عشان يتجرؤون يروحون. انا ما زلت لحد اليوم ما اتجرأ اروح اسبح. شوفي هي مش عيب، حتى الانسان ايش ما كان يكون صحيح. عمره ايش ما كان يكون وزنه ايش ما كانت تكون صحته، في النهايه هي رياضه تعتبر. صحيح، ورياضه جميله. صحيح يعني غير انها رياضه هي ممكن تكون حتى يعني نشاط الواحد يرفه فيه عن حاله. صحيح. نفس ما حكينا احنا الشاليهات موجوده في كل مكان، يعني حرام الواحد يشوف البحر. هذا جدولنا بالدوحه صح جدولنا، يعني لازم الواحد يروح في الصيف بحر، حتى لو ما كان شاليهات يكون في بحر مفتوح. صحيح. وعيالنا يحبون هالاجواء. فشكرا على وجودك معنا اليوم إسراء، للأمانة الكلام معك حلو، يعني بسطتي لنا الفكرة يعني بأبسط ما يمكن عشان الكل يستفيد من هالموضوع. كلمة أخيرة تحبين تقولينها؟ أهم إشي إنه الإنسان يستمتع بحياته ويحاول دائما يجرب أشياء جديدة عليه، بس يكون دائما يحافظ على حياته، يعني يروح ويسبح كل إشي بس بالحدود المعقولة وبالحدود قدراتك اللي قدراتك تسمح لك فيها معلومات. صحيح. وحلو حتى لما يروح ياخذ الاسعافات الاوليه بيكون هذا شيء جديد وحلو. صحيح، يعني انت الاسعافات الاوليه ما بتعرفي لقدر الله الانسان متى ممكن يستفيد منها. صحيح. في البر، في البحر، في بيتك لقدر الله. فضروري صراحه يكون في توعيه في الاستجابه الاوليه للطوارئ والاسعافات الاوليه وما الى ذلك. شكرا على وجودك معنا اليوم اسراء سمير، مدربه سباحه وغوص، اكيد راح نستفيد منها اكثر في الايام القادمه بما ان احنا ما زلنا في الصيف وما زلنا نحب نروح هذه الاماكن. او انا ما اروح لان انا اخاف، بس ان اغلب مجتمعنا يحبون يروحون هذه الاماكن، وفعلا السباحه شيء حلو. فمشاهدينا نشكرها على وجودها معنا، ونختم لقائنا بمجموعه من الارشادات حول تفادي حالات الغرق لدى الاطفال. نتابع. فترة الصيف تعني العودة إلى الشواطئ والسباحة، ولكنها قد تعني أيضاً حصول حوادث الغرق وخاصة لدى الأطفال. ولتجنب هذه الحوادث المؤلمة نقدم لكم بضع نصائح أساسية. احرص على مراقبة الأطفال قرب المسبح. تأكد من توفر أدوات السباحة الآمنة للأطفال. تعلم الطرق الصحيحة لإسعاف الطفل. تأكد من وجود عوازل تمنع وصول الطفل إلى المسبح. تأكد من ارتداء الأطفال سترة النجاة كل الوقت. نتمنى السلامة لكل أطفالكم وتكونوا كلكم بخير وما تفقدون غالي في البحر. فعلى ذلك تعلموا الإسعافات الأولية، هي جدا بسيطة وراح تكون أيضا متعة بالنسبة لكم وشيء جديد تضيفونه مع أنشطة الصيف. خلونا الحين نترككم مع بعض فعاليات ونلقاكم بعد الفاصل، لا تروحون بعيد. Thank you.
تدري ولا ما تدري؟ تدري أن تمديد أول كيبل هاتفي كان تحت المحيط؟ تم إنشاء الكيبل كمشروع مشترك بين أمريكا وبريطانيا وكندا كأول وسيلة تواصل صوتية عبر القارات، ويبلغ طوله حوالي 2000 ميل بحري تحت المحيط الأطلسي، واستخدم في بث أول حفل صوتي بين نيويورك ولندن وويلز. وتدري أن الكيبلات البحرية اليوم تنقل المكالمات الصوتية والإنترنت بسرعة الضوء حول العالم؟ مشاهدينا، من بعد هذا الشيء البسيط الحلو ناخذكم الحين لمجموعة من الأخبار العالمية، والبداية راح تكون في المغرب. يشكل إنتاج الورود الدمشقية في وادي الورود عبق الرائحة الزكية التي جلبت من العاصمة السورية منذ زمن القوافل التجارية وفق بعض الروايات، وترتوي حقول الورود المنتشرة في أرجاء الوادي من خلال نهرين يتدفقان من جبال الأطلس غرباً. وتعتبر الورود الدمشقية إنتاج يستخرج منه مستحضرات ثمينة كالزيوت الأساسية اللي يصل ثمنها حتى 18,000 دولار للكيلو جرام الواحد. من الوردة الدمشقية إلى بلجيكا، استحضى المنسوجات القديمة من العالم بعناية كبيرة، تعمل حرفيات متخصصات إلى تنظيفها وترميمها وتعزيزها بآلاف الغرز لتمكينها من مواجهة الزمن. نتابع في التقرير التالي. نحن في مدينة ميخيلين في شمال بلجيكا. هذا دير القديم يحتضن أهم محترف متخصص في ترميم النسيج في العالم، من اللوفر الباريسي إلى متروبوليتان ميوزيوم في نيويورك، مرورا بإهرميتاج في سان بيترسبورغ. أوكلت أشهر متاحف العالم مهمة ترميم أجمل منسوجاتها إلى محترف ديفيد الملكي، ونجح المحترف في تجاوز الأزمة التي ضربت قطاع النسيج في أوروبا بعدما تخلى قبل 4 عقود عن إنتاجه الخاص. عرفت منتوجاتنا من المنسوجات العصرية نجاحا كبيرا حتى نهاية السبعينات، حين واجهت مشاغل الحياكة صعوبات كبيرة لأن المنسوجات كانت قد أصبحت بالية وتكلفتها باهظة. قمنا عندها بإعادة توجيه إنتاجنا نحو ترميم المنسوجات القديمة وحفظها. ابتكارات المحترف تشمل مجالات مختلفة، من بينها التنظيف بالشفط والهباء الجوي. وبعد تجفيف النسيج يعاد تطريز الرسومات التالفة شيئا فشيئا، وتعمل نحو 15 امرأة لفترات تتعدى السنة في أحيان كثيرة على منسوجة واحدة. الشخص العصبي والسريع الانفعال لا يمكنه النجاح البتة في هذه المهمة التي تتطلب الهدوء والتركيز وعدم التأثر بالعوامل الخارجية. وتشتهر العاملة في المحترف أيضا بحس عال بالألوان، إذ إن الموقع يصبغ خيوط الصوف والقطن. نحن مرغمات على تلوينها بأنفسنا في مختبرنا مع ألوان تتميز بمقاومة فائقة للضوء، ونصنع بالتالي تركيبات لا نهاية لها. وقد تم ترميم أكبر 3 مجموعات في العالم باستخدام هذه الأنوال، والعمل جار منذ 12 سنة على ترميم مجموعة من 29 منسوجة من كاتدرائية القديس يوحنا الملطي. مشاهدينا، من بلجيكا إلى هولندا، وفي روتردام الهولندية مشروع قرية على سطوح المدينة، نتابعها مع بعض. في مدينة روتردام الساحلية بادرت إحدى الجمعيات إلى بناء جسر موقت للمشاة يربط لمدة شهر عددا من مباني وسط المدينة، بحيث يتيح للزوار الاطلاع على أفكار لكيفية استخدام السطوح في هولندا التي تعتبر من أكثر البلدان كثافة سكانية في العالم. We want to people to experience how great it is to be on a rooftop and what a space we have lying there above the city which we do not use and what the quality of that space is and what the potential of that space is.
وبين المعروضات نموذج لمشروع تجريبي لقرية على السطح ينتظر الشروع في تنفيذه موافقة السلطات البلدية، وستكون هذه القرية مؤلفة من منازل صغيرة مبنية بمواد مستدامة وستحوي مساحات زراعية. meer ruimte heb als je op daken dingen kan gaan doen, hè, moestuintjes, huisjes, ja, dan kun je ruimtebesparend werken. ويقر القائمون على المشروع بأن تحويل المدينة قد يستغرق عقودا، لكن الجولة على السطوح تعطي فكرة عن مبادرات ناجحة سلطت الضوء عليها مبادرة أيام السطح التي دأبت الجمعية على تنظيمها منذ 6 سنوات. Zeker dit soort groene daken zijn natuurlijk echt een oplossing als het gaat over het probleem met water. En op dit dak kunnen we alleen al 60.000 liter water bergen. Dus dat het wordt vastgehouden. Dus er moeten veel meer van dit soort daken komen. En dat noem ik dan intensieve daken waar je op kan lopen. Of bijvoorbeeld zoals wij doen, voedsel verbouwen. En dat is heel belangrijk om als stad daaraan aan te werken. Te zorgen dat het water ergens opgeborgen wordt. En dat kan heel goed in daken. وتجري الجمعية منذ العام 2018 اختبارا للسطح الذكي الذي يمكنه تخزين كمية أكبر من مياه الأمطار لاستخدامها في ري المزروعات، ويمكن التحكم في تدفقها باستخدام توقعات الطقس، وقد نجحت هذه التجربة وتم تطبيق مثلها في مدن هولندية عدة. مشاهدينا، ونختم معكم أخبار حول العالم من أمريكا. وعلماء أمريكيون يعكفون على حماية نوع نادر من الأزهار. المزيد من التفاصيل والأسرار حول هذه الأزهار نتابعها في التقرير التالي. يتنقل مايك كين في مستنقع في فلوريدا في مهمة ترمي إلى إعادة إحياء نوع من الأزهار الأكثر ندرة في العالم، ولا تقتصر على الحفاظ على نوع نباتي بقدر ما ترمي إلى حماية البيئة ككل. وهذه الزهرة المسماة السحلبية الشبح نادرة جدا وخفيفة وذات مظهر جذاب بلونها الأبيض الناصع، ولذا فإنها تثير الاهتمام في كل العالم. هي مؤشر مهم إلى التغيرات المناخية، معرفة كيف تنمو وكيف يمكن إعادة غرسها من الأمور الضرورية للحفاظ على الطبيعة. ويعكف الخبراء على غرس هذه الزهور في مختبرات في شمال فلوريدا، وبعد سنوات على نموها في المختبر ينقلونها إلى مكان منعزل في قلب محمية طبيعية جنوب الولاية تشكل بيئة ملائمة لها للنمو والتكاثر. نحضر السحلبية الشبح الآن لإعادة زرعها في المستنقع، لذا نحاول اختيار الزهور الأكبر والأكثر جودة. تزهر هذه الوردة مرة واحدة في العام، وهي تنمو بصعوبة أكثر من غيرها من أنواع السحلبيات، وقلما تعيش خارج موطنها الطبيعي. وقطفها والعمران والتلوث بسبب المبيدات هي الأسباب المسؤولة عن مشارفتها على الاندثار، إذ يقدر الخبراء أن أعدادها اليوم لا تزيد عن 2000 في عموم مناطق فلوريدا وفي عموم كوكب الأرض أيضا. مشاهدينا، هذه كانت أخبار ومختارات من حول العالم. وصلنا الحين معاكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي وسؤال الحلقة اليوم اللي طرحناه عبر إنستغرام قناة الريان: هل تجمع أي شيء كنوع من الهوايات؟ خلنا نشوف المشاركة الأولى، وهي العملات والتذكاريات والميداليات. حلو، خصوصا إذا كنت تحصل ميداليات وايد وتشارك وايد. حلو. المشاركة الثانية: أكواب القهوة. أنا أتوقع أن وايد ناس عندهم هذه الهواية، أنا أحبها صراحة وهي حلوة لأن تعطي الواحد جو. المشاركة الثالثة: المجلات والجرايد. بعد هذه حلوة، خصوصا قبل لما كنا نقرأ جرايد مجلات أكثر. المشاركة الرابعة: عندنا العملات المتنوعة. هذه فعلا بعد في كثير من الأشخاص يحبون مثل هذه الهوايات. عندنا المشاركة الخامسة والأخيرة: نعم كنت أجمع دفاتر المدرسة. كيف يعني الواحد يجمع دفاتر المدرسة؟
نفسها الدفاتر نكتبها ولا الذكريات ولا شنو؟ بس بغض النظر كلها حلوة، حلوة الواحد عنده يعني هذه الهوايات أو يجمع مثل هذه الأشياء حتى لو كانت بسيطة، إلا أن هي تخلي يرجع لفترة معينة أو تعطي انطباع معين أو ثيم أو فايس معين ترد له روحه، حتى لو بلحظات مثل كوب القهوة. الواحد لما يحب يشرب قهوة يحب يشربها بمزاج، يعني يستقطع وقت من اليوم عشان يرتاح في هذه الخمس دقائق أو عشر دقائق أو حتى نص ساعة، فالكوب أكيد رح يفرق معاه. مشاهدينا خلونا الحين نروح الفاصل قصير، نلقاكم من بعده، لا تروحون بعيد. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وفي إطار الأنشطة الصيفية تتواصل فعاليات الرياضية والشبابية المنوعة للبرنامج الرياضي الأسبوعي واللي نظمه ويشرف عليه الاتحاد القطري للرياضة للجميع. خلونا نتابع ونشوف أنشطتهم وفعالياتهم. وسط أجواء من الحيوية والنشاط تتواصل الفعاليات الرياضية والشبابية المنوعة للبرنامج الرياضي الأسبوعي والذي ينظمه ويشرف عليه الاتحاد القطري للرياضة للجميع، هذه المرة بالنادي العلمي. مثل ما تعودنا النادي العلمي كل سنة يستضيف المخيم الصيفي، عنده قسمين، قسم المبتكر الواعد اللي يستهدف الفئة العمرية من 7 سنين إلى 13 سنة، وأيضا قسم واحد الصناع اللي يستهدف الفئة العمرية الأكبر. في قسم المبتكر الواعد احنا نقسم الفئات العمرية على حسب الأعمار، حسب كل فئة عمرية تأخذ شيء اللي يناسب عمرها، نعطيهم ورش علمية لمدة أسبوعين، بنفس الوقت يشغلون على مشروع ياخذونه معاهم كأوتبوت أو كمخرج للنشاط. أحد المشاريع اللي شغالين عليها الطلاب حاليا هو الدرون أو الطيار بدون أو الطيار اللي بدون طيار. يشغلون أول شيء على تصميم الطيارة هذه، برمجتها، وبعدها يركبون الهيكل ويركبون الطيارة كاملة ويطيرونها. فإحنا نعطيهم مشروع من الألف للياء، كله شغل الطلاب نفسهم، يتعلمون المواد بعدها يطبقون المهارات اللي تعلموها في المشروع هذا. أنشطة الفعاليات اللي عندنا، عندنا الاستدامة وعندنا طيارات الدرون وعندنا الصواريخ. عندنا الاستدامة اللي هي إعادة تدوير أو ريسايكل، عندنا اللي هو التربة والزرع بحيث أنهم يستغلون كيف أنهم يسوون لها ريسايكل. عندنا الطائرات، تفكيك وتركيب الطائرات الدرون وكيفية أنها يطيرونها. أيضا عندنا اللي هي الصواريخ، أيضا تفكيك وتركيب. وهاي الأنشطة يعني يستفيد من خلالها الطالب إنه أول شيء طبعاً يستغل وقته بخلال الأنشطة الصيفية، وثاني شيء إنه يستفيد تفكيك وتركيب اللي هي الطائرات والصواريخ الدرون.
وتشهد فعاليات البرنامج الرياضية والترفيهية والتي تنطلق عند 4:30 عصرا وتستمر حتى 8:00 مساء حضورا مميزا من الأطفال، وذلك في ظل حرص أولياء الأمور على إشراك أبنائهم في الفعاليات الرياضية والترفيهية للاستفادة من هذه الأنشطة الصيفية التي تهدف إلى صقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم وقضاء أوقات الفراغ بشكل مفيد صحيا وبدنيا، وتحت إشراف مدربين متخصصين يمارسون تلك التدريبات وفق الأسس العلمية السليمة. مشاهدينا، وصلنا إلى موضوعنا الثاني لليوم، هو موضوع فعلا حلو راح يستفيدون منه فئة كبيرة من الناس، حيث يعمل جهاز الكاميو لإنتاج العديد من الأعمال الفنية اللي من شأنها دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية. خلونا نتعرف وياه، معاكم مع الفنانة ومدربة حرف وفنون ياسمين محمود. صباح الخير ياسمين. صباح الورد. اليوم ياسمين راح نتكلم عن شيء حلو. جميل. أنت تحبين الفن وتحبين أي شيء يدعم الفن ياسمين. بس اليوم ما شاء الله بنربط موضوعنا بدعم المشاريع. كلمينا عن جهاز الكاميو، شنو هو؟ هو جهاز الكاميو ده هو جهاز إنتاج شركة أمريكية اسمها سلوت أمريكا. الجهاز ده هو جهاز قص مش طباعة، عشان برضو الناس بتخلط بينه ان هو جهاز قص وطباعة، ولا هو مش بلوتر، هو جهاز قص بس هو بيعد مكمل لأي مشروع منزلي أو مشروع صغير. كفكرة ان الورقيات دايما بتبقى مشكلة، اني انا عندي مشروع ومش عارفه اعمل استيكرات لمشروعي، انا عندي مثلا مشروع. تدرين كم يكلفنا يا ياسمين؟ يعني بعض المشاريع يكلفها انها التكليف ده بيكلف اكتر من نص راس مال المشروع، وبتبقى مشكله لو فجاه مثلا عايزه تغير اتجاه معين بس التغليف ما يساعدهاش، وقف مشروعها لاي سبب ما، بيبقى عندها ستوك كبير جدا. الكاميو بقى هي ماخذه ستوك كبير عشان يقل التكلفة عليها. بالضبط. لكن لما يكون عندها جهاز القص راح يكون في بيبقى أسهل بكثير. ممكن بكثير تعمل كميات صغيرة، تقدر تغير الثيم كل شوية. يعني لو واحدة مثلا بتعمل تغليفات شوكولاتة هتقدر ان هي تعمل كوستومايز لكل أوردر، عكس ما في ناس ما يقدروش يستقبلوا أكتر أقل من 1000، أقل من عدد معين، لأن المطابع ما عشان يدوها سعر كويس ما يرضوش يدوها أبدا على سعر على كمية بسيطة. صحيح. فجهاز الكاميو هو إحنا بنستخدمه ده مع خامات كتيرة، ممكن يقص لي جلد، قماش، ورقيات، كرتون، أنواع كتير جدا من الخامات، عشان هو بيشتغل عن طريق فكرة كتر أو إبرة هو بتقال عليها بليد. في أنواع كتير قوي من أجهزة القص دي، بس إحنا بنتكلم على جهاز الكاميو. الجهاز ده مستو إن الاستوديو اللي هو اللي عن طريق بنصمم عن طريقه اللي هو الاستوديو ده اسمه سلويت استوديو. ده بيسهل على اي حد مش مصمم ان هو من خلال الادوات بتاعته وان انت تعرفي طريقه التصميم عليه انك تبقي مصممه في اقل وقت ممكن، حتى اللي ما عنده فكره عن التصميم. تماما تماما تماما. هو برنامج الكتروني. صحيح. هو برنامج مود، يعني الشركه منزلاه مجانا، نسخه مجانيه مع الـ الكاميو. انا سميتها طبعا الكاميو. لا هي جهاز قص. جهاز قص. طيب كلمينا عن، يعني هل هو في متناول الجميع ياسمين؟ هو سعره مناسب، يعني سعره مش كتير، يعتبر بالنسبه لراس مال المشروع لو واحده هيبقى اوفر لها من هي تروح تعمل ستوك كبير جدا من بكثير العلب، او هتبقى مشكله لو هي حبت فجاه تغير اللوجو، تغير الثيم، تغير اتجاهها. في ناس كتير جدا بتلاقيهم عندهم ستوك ومش عارفين تتخلصوا منه. فجهاز الكاميو مناسب لو واحده عايزه تطبع على قماش مثلا، هتقدر عن طريق جهاز الكاميو مثلا هتستخدم خامات زي هيت ترانسفير، هتقص الخامات دي، هتقدر بمكبس حراري ان هي تطبع على تيشرتات. واحده ثانيه عايزه مثلا تعمل استيكرات، عن طريق جهاز الكاميو تقدر باستعانه مع طبعه هتقدر. واحده مثلا بتعمل ريزن عايزه تكتب الكتابات اللي هي بتبقى مكتوبه باللون ذهبي ده، خامه اسمها الفينيل، بتتقص عن طريق جهاز الكاميو برضو. يعني هو كفكره دعم لمشاريع كتير ممكن يكون يعني ايد يمين ساعات لو انت عايزه تشتغلي بالكاميو بس، ان انت تنفذي مثلا اللي هي المكملات اعياد الميلاد زي تعليقه الماي، التاج بوكس. تصدقين ياسمين احيانا اطالع المشاريع هذه اقول شلون مسوين كاستمايز
لكل شيء هو الاسم يعني هي لكل حفلة اسم. الشركة لما أنتجت الموضوع ده هي كانت بتدعم الناس اللي بتحب تعمل حفلات وتعمل حاجات بس مش بأعداد كبيرة جدا وعايزة تعمل تكون مختلفة. وبرضو الناس اللي بتحمل المشاريع للنوع الكاميو ده بيستعينوا مثلا بكاميو بجهاز او اتنين بحيث ان هي تقدر تعمل اسرع. بس طبعا لو انت هتشتغلي بس مثلا واحده صاحبه مشروع اكل هتحتاج جهاز واحد على قد استيكاراتها على قد التاجات بتاعتها صحيح. بس وفي ناس اصلا يعني في واحد مثلا او واحده بتلاقيها بتعمل اللي هي استيكارات الحنه برضو ينفع عن طريق الجهاز ده. هو برنامج صح؟ هو برنامج وجهاز. البرنامج طيب بس البرنامج هو اللي يقوم بهالعملية. هو أنا أحط الصورة ولا أنا أصمم داخل البرنامج كيف الطريقة؟ هي فكرة عامل زي فكرة الفوتوشوب. أنا ببقى معايا مفردات بحاول أن أنا أصمم من خلالها من خلال البرنامج تمام. وبعد كده بحط الخامة بتاعتي على حاجة اسمها المات البلاستيك كده بيبقى شيت بدخله جوه الجهاز كده عامل زي شيت الفيديو بس هو أكبر بتدخليه جوه الجهاز وبتدي أمر القص. فبعد كده الماكينه بتقرا ان في خامه هنا بتبدا تقص لك الخامه بتاعتك سواء ورق قماش كل نوع خامه بيبقى ليها نوع ابره معينه. بس الاكتر ناس وانا اغير الابره الابره بتغيريها انت كهي بتبقى يعني حاجه في حدود الاصبع كده بحاول ان انا احافظ عليها دايما لو انا بستخدمها تبع الخامات. يعني ما اجيش مثلا ابره الورقيات اقص بيها قماش وابره القماش ما تقصش ورقيات فبقدر احافظ على كل نوع بليد. بس معظم الناس بيشتغلوا ورقيات اكتر من باقي الخامات. عندي أسئلة كثيرة ياسمين لكن الواحد لازم يجربه بنفسه بالزبط. وياخذ وصراحة الواحد حب الماكينة حتى لو ما عنده مشروع هي ماكينة ممتعة جدا والاستوديو بتاعها كمان سهل وجميل جدا. قصتش البرنامج اللي هو البرنامج هو بيتقال عليه السلويت استوديو البرنامج بتاعها ممتع جدا في الشغل يعني لازم نجربه. بس هو بيحتاج تدريب دايما للناس اللي عايزة مش عايز حد يقعد يومين ويبطل وبرضه يحب فكرة ان اللي بيقعد يشتغل يكون شاطر في الكمبيوتر يعني مش ميح لا يبقى عنده برضو أساسيات استخدام الحاسب. إن شاء الله راح نجربه راح يجربونه بعد. شكرا على المعلومة الحلوة تكلمنا عن هذا يعني أكيد ميسينا اليوم بجهاز مثل هذا في ناس بتستفيد منه إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا كان موضوع حلو عن طابعة الكاميو عجبتني إن شاء الله راح تستفيدون منها بالذات المشاريع الصغيرة أو حتى المشاريع المنزلية. مشاهدينا أيضا نظم ملتقى الناشرين والموزعين القطريين بالتعاون مع مركز أدب الطفل ودار نبجة برنامجين صيفيين تفاعليين للأطفال. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي نتابع. نظم ملتقى الناشرين والموزعين القطريين بالتعاون مع مركز أدب الطفل ودار نبجة برنامجا صيفيا تفاعليا للأطفال في محاولة ملهمة لتعزيز حب القراءة وتنمية الوعي بأهميتها والتعريف بمراحل تطورها عبر العصور وذلك في مقر مركز أدب الطفل. نظمنا فعالية في فترة الصيف بدعم من وزارة الثقافة. هذه الفعالية طبعا تركز على تعزيز القراءة وتشجيع أطفالنا على القراءة. البرنامج هذا طبعا راح ينطلق في فترة الصيف بشراكة مع عدة جهات من ضمنها إحدى دور النشر اللي هي طبعا من أعضاء ملتقى الناشرين هي دار نبجة وأيضا مركز أدب الطفل. طبعا كل هذه الجهات لها دور كبير في تعزيز الثقافة للأطفال وركزنا في هذه الفعاليات لتعزيز القراءة وتشجيع القراءة. هذا البرنامج يبين أهمية القراءة وحبينا طبعا نعزز فكرة القراءة بأنشطة متنوعة راح تكون إن شاء الله مصاحبة للبرنامج راح يكون على مدار 4 أيام كل يوم نشاط راح يتعرفون على أهمية القراءة من العصر الحجري لعصر التكنولوجيا ومصاحب لأنشطة فنية وأنشطة تفاعلية للأطفال بإذن الله. وتضمن البرنامج العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة التي تحفز خيال الأطفال وتطور قدراتهم التعبيرية إضافة إلى تعليمهم مهارة القراءة والكتابة والرسم من خلال العديد من الأنشطة التفاعلية الأخرى كالقراءة الجماعية والتصميم الكتابي باستخدام أدوات تناسب عصور القراءة المختلفة.
مشاهدينا بهذا التقرير نكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا فيها، تكلمنا عن كثير أنشطة ممكن تصير في الصيف، السباحة وأيضا مثل ما قاعد نشوف في مركز أدب الطفل ودار نبجة مثل هذه الفعاليات الجميلة حق اللي ما سافر أو حتى اللي سافروا ورجعوا أو اللي ليحي ما سافروا، في وقت أنتم تخلون عيالكم يدخلون مثل هذه الأنشطة بدل ما هم قاعدين في البيت، منها يستفيدون ومنها يستمتعون ومنها بعد يطلعون طاقتهم في مكان ثاني. فنتمنى تكونون يعني تستخدمون الصيف أو حتى تستغلونه بأفضل ما يمكن. خلونا نقول لكم عن سؤال حلقتنا لباكر عشان تجاوبون عليه في السوشيال ميديا لقناة ريان، ماذا كنت تريد أن تصبح لما كنت صغير وماذا أصبحت الآن؟ نشوف إن شاء الله أجوبتكم بكرة، نتواصل معكم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة الريان، ومتابعينا نشوفكم على خير، في أمان الله.